ديكسيونار ديكسيونار ماجل أي سيدي ليفيد فيها ما سبيلة ولم هي معدنية. أنا أحسن شربة ما تعجبني هي شربة الماجل، وكنت نشيخ ونعمل جو يقولوا لي أي حضر روحك ماجل نسيقوا الماجل. تو كلنا نعرفوا الماجل ونشربوا من الماجل، أما نعرفوش معناتها ماجل وشني أصل الكلمة. اسمعوني مليح، كلمة ماجل هي كلمة عربية ونقصد بها الماء الآجل. اشتر الأول ماء هو الماء، واشتر الثاني جل هي الآجل، وهو الماء اللي نخزنوه في بلاصة نظيفة تحت القاعة ويتعبى بماء المطر. يعني ماجل هي كلمة عربية وجاية من الماء الآجل. أي أنا عطشت وماشي نعمل شربة من الماجل. باي باي. ديكسيونار ديكسيونار.